مضي تحرير قرية الخرفاية في نفس المنطقة من قبضة التمرد الذي عطل مصالح المواطنين وحجب عنهم الخدمات الأساسية وأجبر أعداد كبيرة منهم للانضمام لصفوفهم مؤكدا احتساب عدد طنين وحجب عنهم الخدمات الأساسية وأجبر أعداد كبيرة منهم للانضمام لصفوفهم مؤكدا احتساب عدد من الشهداء والجرحى داخل الجيش أسود. فارس المئات عربة رباعية الدفع إلى جانب عربات أخرى كبيرة مدججة بالعتاد العسكري عبر ثلاثة دفعات متجهة ما يقارب المئات عربة رباعية الدفع إلى جانب عربات أخرى كبيرة مدججة بالعتاد العسكري عبر ثلاثة دفعات متجهة نحو مدينة كادوغلي، لكنهم لم يؤكدوا ما إذا كان هذا العتاد العسكري